اتفضل يا بابا اتفضل. اخرس يا حيوان، عايز توقف حالنا يا سنكوح؟ اوقف حالك ايه؟ انت تعرف عني حاجه؟ انا بقى لي اكتر من شهر مكتئب وانت ما سالتش عليا، ولا حتى جبت لي علبه فوم احلى اداني، العلبه المستورده دي. انت اهم حاجه عندك اني ارجع الصيدليه اشتغل تاني، صح؟ انت ليه يا ابني بتقول كده؟ عشان انت مش مهتم غير بالصيدليه والزباين، انما ابنك فين؟ ابنك ماله؟ طز. طيب يا سيدي، اقفلها لك ضبه ومفتاح عشان ترتاح. اتفضل اتكلم، فضفض، اديني قاعد معاك اهو بتكلم. انا بضيع يا بابا. مش جديده، ما انت ضايع من تانيه اعدادي، من اولى تقريبا. بس مش دي مشكله، انا بنتهي، انا بتلاشى. تتلاشى ازاي يعني؟ ندخل عليك الصيدليه وانت قاعد وما نشوفكش؟ مش وقت افات يا بابا. انا هسالك سؤال ولو جاوبت عليه هريحك. تريحني؟ اشك. ومع ذلك اتفضل اسال يا اخوي. مش انت نفسك كده يعني اكبر واخد بالي من الشغل وبطل تفاهه؟ ده انا الحياه المفقود. انا هعمل معاك دي الحلو، حقق لي امل حياتي المفقود وانا حقق لك امل حياتك المفقود. وايه هو حلم حياتك المفقود اللي نفسك تحققه؟ ده انا يا ابني ما حرمتكوش من حاجه، لا انت ولا اختك. اخطب ان انا صاحبه نهى، واوعدك اليوم اللي هستلم فيه السيديهات اللي عليها حفله الخطوبه هتشوف بني ادم تاني خالص. سيديهات عليها الخطوبه؟ انت بتتكلم جد يا هاني؟ انت كده كده رامي توبتي، جرب. من ناحيه رامي توبتك انا راميها في حقيقي يعني، لكن اذا كانت البنت دي اللي انت عاوز تخطبها هتعدل لك حالك انا ما عنديش مانع. روح قابل ابوها وخد لي ميعاد معاها. بجد يا بابا؟ بجد يا سيدي. طب اوعدك يا بابا ان انا هتغير. انا هقول لك خبر دلوقتي هيفرحك جدا. عارف ايه الخبر؟ انا هاخد معاك سيلفي وهكتب عليه هاشتاج ذا جريتست داد ايفر. الصوره دي هتجيب شغل. امشي فوكس.